السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. انقلاب ناقلة جند قادمة إلى العاصمة نواكشوط يتسبب في مقتل 4 جنود وإصابة 17 آخرين بجروح. باحثون يناقشون في ندوة بالعاصمة نواكشوط موضوع التحديات الراهنة وضرورة التضامن العربي والإسلامي في مواجهتها. الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يقول إن الطلاب الموريتانيين في الخارج والداخل يعانون جراء مشكل المنح. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تسبب انقلاب ناقلة جنود شرقي مقاطعة مقطع الحجار بولاية البراكنة في مقتل 4 جنود وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب مصادر إخبارية فإن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة أقرش شمال شرقي مدينة مقطع الحجار، بينما كان الجنود في طريقهم إلى العاصمة نواكشوط قادمين من ولاية الحوض الشرقية. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وفاة 4 جنود وإصابة 17 آخرين في انقلاب ناقلة جند بالقرب من مقاطعة مقتل الحجار، حيث كانت في طريقها إلى العاصمة نواكشوط قادمة من ولاية الحوض الشرقي. القتلى هم رقيب وعريف وجنديان، وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء نقلا عن مصدر مسؤول في مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش. كما أكدت الوكالة نقل الجرحى إلى المستشفى العسكري في العاصمة نواكشوط. ويعيد حادث السير المروع الذي تعرض له هؤلاء الجنود إلى الأذهان حوادث سير أخرى تعرض لها جنود موريتانيون. وقد سبق أن تعرضت ناقلة جند لحادث سير شهر فبراير من العام الماضي على المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي أطار والشنقيط والمعروف بطريق اللبن، وتسبب الحادث في وفاة 14 جنديا وجرح 28 آخرين. وفي دجنبر 2014 توفي ضابطان وجرح العشرات في حادث سير لشاحنة تابعة للحرس الرئاسي. وتحصد حوادث السير في موريتانيا أرواح مئات الأشخاص سنويا، خصوصا على طريق الأمل، وتختلف الأسباب الكامنة وراء ذلك، وفي مقدمتها الإفراط في السرعة وتلف الطرق جراء عدم الصيانة فضلا عن غياب إشارات المرور. رحم الله الجنود وشفى الجرحى إلى شأن منفصل، حيث نظم مركز الأفقي للإعلام والأبحاث والدراسات الاستراتيجية ندوة في نواكشوط حول التحديات الراهنة وضرورة التضامن العربي الإسلامي في مواجهتها. شارك فيها باحثون وأساتذة جامعيون وبعض أعضاء الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية السعودية. هذا وقد تصدر الإرهاب والتطرف اهتمام حديث المشاركين في هذه الندوة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. موضوع الأمن والإرهاب يتصدر اهتمام مداخلات المشاركين في ندوة التحديات الراهنة وضرورة التضامن العربي والإسلامي في مواجهتها، وهي الندوة المنظمة من طرف مركز الأفق للإعلام والأبحاث والدراسات الاستراتيجية حول قضايا العالم الإسلامي. ماذا يتأكد منذ مطلع الألفية الثالثة أن الإرهاب أصبح ظاهرة قارة في سماتها ومتطورة في آلياتها ومعولمة في طبيعتها، بغض النظر عن الخصوصيات الثقافية للمجتمعات والدول. وإذا كان هذا الخطر قد امتد ليستهدف بعض دول أوروبا وأمريكا وغيرها، فإنه يبدو تحديا وجوديا بالنسبة للمجتمعات والدول العربية. السفير السابق والخبير في تقييم السياسات العامة المختار والداهي تحدث عن ما اعتبرها قابلية العالم العربي اليوم للطمع التوسعي، وعز السبب في ذلك إلى عاملين اثنين، أولهما التيه السياسي وثانيهما غياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد. أعتبر أن بالعالم العالم العربي الآن يعيش كما عاش من قبل قابلية الاستعمار، هو يعيش اليوم أيضا قابلية الطمع التوسعي لعاملين اثنين، أولهما هو السيبة أو التيه السياسي أو غياب الديمقراطية وأتركه هكذا، والعامل الثاني أيضا هو غياب العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد. هذه العوامل كلها جعلت العالم العربي رخوا وقابلا للاختراق والطمع التوسعي، لذلك لا غرابة بأن تكون هناك أطماع توسعية.
الأستاذ الجامعي الحسين والمدو قال إن التضامن العربي بدأ عسكريا في حين أن الأجدى أن يبدأ اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا على اعتبار أن هذه العوامل أكثر قوة وإمكانية للبقاء. التحالف الذي نتحدث عنه الآن وهو جزء من عتبة من عتبات التضامن العربي والإسلامي بدأ عسكريا، وما كان بود أحد منا أن يبدأ التحالف عسكريا، كان يتعين أن تكون توابله وعوامله اقتصادية سياسية ثقافية قد ترجو في حال من الحالات أو ببعض من التدخلات أو تضطر وهي مضطرة في ذلك إلى البعد العسكري. وتثير التحديات الأمنية في المنطقتين العربية والإفريقية اهتمام العديد من الكتاب والباحثين والخبراء، وتنظم مراكز البحوث والدراسات في نواكشوط من حين لآخر مواضيع لها صلة بهذه التحديات. من ناحية أخرى، قال الأمين العام لمركز الأفق للإعلام والأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور جمال ولليدالي إن العالم العربي والإسلامي يواجه تحديات أمنية من أبرزها خطر الإرهاب والتطرف والاستهداف الأجنبي. ونحن نفخر اليوم بأننا نطوي السنة الثانية من عمر هذا المركز بعد إنجازات معتبرة نسعى من ورائها لتحقيق رسالتنا الحضارية والتاريخية سبيلا لإشاعة التفاهم وقبول الآخر ونبذ الغلو والتطرف ونشر الإخاء والمودة الصافيين في ربوع عالمنا العربي والإسلامي الذي يواجه تحديات هائلة من أبرزها خطر الإرهاب والتطرف والاستهداف الأجنبي الإقليمي والدولي، مما يضع على كواهل الرشداء من أمتنا عبا عظيما لا ينهض به إلا أفلال الرجال. ولذا فتح مركزنا صدره من أول يوم لأية إرادة خيرة تقدم الرأي السديد والتشخيص الدقيق وتستخلص رحيق البلسم الشافي من زهور معارفنا الجليلة. اختتمت بالمملكة العربية السعودية مناورات رعد الشمال العسكرية التي شاركت فيها قوات من 20 دولة عربية وإسلامية من بينها موريتانيا، وتسعى هذه المناورات إلى الرفع من مستوى الجاهزية القتالية والفنية للقوات المشاركة في سبيل مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. تفاصيل أوفى نتابعها ضمن هذا التقرير. 20 دولة عربية وإسلامية تشارك في مناورات رعد العسكرية المنظمة في منطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، مناورات اعتبرت وفق البعض الأكبر في تاريخ المنطقة بعد قوات حرب الخليج الثانية. وكانت المناورات قد بدأت في 27 فبراير المنصرم بمشاركة حوالي 150,000 ضابط من 20 دولة من بينها موريتانيا. وتهدف هذه المناورات إلى رفع الجاهزية القتالية والفنية للقوات المشاركة في سبيل مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وقد حضر اختتام المناورات رؤساء معظم البلدان المشاركة من بينهم الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين وللشيخ قد قال في تصريح سابق إن مشاركة موريتانيا في هذه المناورات لها أهمية خاصة على اعتبار أن البلاد عربية والمناورات منظمة بالمملكة العربية السعودية التي تربطها بالجمهورية الإسلامية الموريتانية علاقة وطيدة. مشاركة موريتانيا في المناورات المذكورة هي مشاركة لها أهميتها، لأن موريتانيا دولة عربية وهذه مناورات ترأسها السعودية وفي أرض السعودية، والسعودية لها علاقات حميمة ووطيدة وأخوية وهي دولة شقيقة مع موريتانيا. وتأتي مشاركة موريتانيا في مناورات رعد الشمال بالمملكة العربية السعودية بعد أيام من إرسالها دفعة جديدة مكونة من 225 جنديا للمشاركة في قوات حفظ السلام الأممية بجمهورية وسط إفريقيا، وقد سبقت هذه الدفعة دفعة وستليها أخرى لاحقا ليصل عدد الجنود الموريتانيين في وسط إفريقيا 750 جنديا.
ولموريتانيا مشاركة أخرى في دولة ساحل العاج ضمن قوات حفظ السلام، وهي مشاركات تثير تساؤلات البعض بشأن قدرات موريتانيا على الدور الأمني الذي تحاول أن تلعبه في المنطقتين الإفريقية والعربية. ومعنا في الاستوديو البخاري أحمد محمد مؤمل، خبير استراتيجي وأمني. أهلا وسهلا بكم. يعني برأيكم هل لموريتانيا قدرات عسكرية قادرة على المشاركة في تدخلات إقليمية في سوريا واليمن مثلا؟ أظن بأن الواقع يجيب بأن موريتانيا لها قدرات فعلا عسكرية أن تلعب دورا على المستوى الدولي. أما بشأن اليمن وبشأن سوريا لا أظن أن القضية مطروحة على البلد حسب ما لدي من معلومات. القضية ليست مطروحة مشاركة موريتانيا لا في اليمن ولا في سوريا عسكرية، بينما في بلدان أخرى لها فعلا قدرات وشاركت. طيب كيف يعني هذه القدرات يعني للنماذج؟ القدرات كيف ما مثل ما ذكره تقريركم ذكر عنها فات مشيات السنتر أفريك دفعات والتي تبلغ 750 وذكر على عن عنده تواجد أيضا مهم في كوت ديفوار، ولم يذكر بأن أيضا كان له تواجد أمني منذ سنوات في السودان. إذن هي عندها قدرات. أي بلد عنده قدرة عسكرية بإمكانه مهما كانت المشاكل الداخلية أو الخارجية بإمكانه أن يفيد بعضها إلى الخارج، وهذا جزء أيضا من أمنه الداخلي. الأمن الداخلي يتوقف أيضا على قدراتك أن يعود عندك دور خارجيا، ذاك الدور أيضا جزء من الأمن الداخلي. طيب كيف تنظر إلى خارطة التدخل الموريتاني الآن؟ يعني هل لها انعكاس على الفاعلية في المجتمع الإقليمي والدولي فعلا؟ أنا قاعد لا أسميه تدخل، أنا أسميه مشاركة، لأن التدخل هاي دائما تخفي فكرة ما هي زينة حتى بأنه تدخل في الشؤون الآخر، هي الفكرة اللي دائما تخفيها في بعض الأوساط. أنا أقول بأنها مشاركة، وفعلا أي مشاركة لها دور، وهي لها دور، ولو لم يكن لها دور لما طلبتها. طيب ما هو هذا الدور نريد أن نعرفه؟ الدور هو ياك الدور اللي أعطاتها الهيئة التي طلبت منها. مثلا هي طلبت من الأمم المتحدة وحدت الأمم المتحدة ياك الدور، لكن الدور محددته الأمم المتحدة وفريق صادر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بسنتر أفريك، فيما يتعلق بكوت ديفوار، فيما يتعلق بالسودان. لا أحفظ بالضبط العبارات النص منصوصة في قرار الأمم المتحدة، غير موجود، محدد هو قانون دولي وقانون الأمم المتحدة. طيب من رأيك يعني كيف تتوقع هذا الدور، يعني كيف تتصوره؟ أتصور بأنها لا تقوم بدورها على أحسن ما يرام وحسب الشهادة. طب اللي طب طبيعة الدور هي الأهم الآن. حنيني جاوبك هذا هو سؤالي يعني. نعرف عنه سؤالك حتى أمالي هذا هو جوابي. جوابي هو اللي هنقوله. أنا أتوقع تريد أن تجيب هذا. أنا منين تخليني بعدين جاوب. تفضل. أنا واهل يعني عنها دورها اللي تقوم به حسب ما نصت الأمم المتحدة، وحسب وفات جاء فريق من الأمم المتحدة جاء لسنتر أفريك وقام بتفتيش القوات وتفشي الوحدات ومشى بانطباع حسن وأعطى شهادته ونشرتها المواقع ونشرها الإعلام، موجود في الإعلام المفتوح. طيب هذا واضح، يعني أعطاها دور وأشهد بأنها قامت بهذا الدور. من حق الشعب أن يعرف ما طبيعة هذا الدور، كيف تتخيل هذا الدور؟ الدور قلت لك عنه هو اللي نصت عليه الأمم المتحدة، لكن ما هو الدور؟ أنا قلت عني لا نحفظ العبارة بالضبط. طيب في ظل التحدي الأمني المحلي والإقليمي في الساحل، ألا يدفع التدخل في محاور إقليمية شائكة إلى استعداء التنظيمات المسلحة على البلاد ما دمت ستكون جزءا من الحرب العالمية والإقليمية، فأنك ستثير حفيظة هؤلاء؟ أنا قلت لك عني كلمة التدخل عني ما نبغيها، عني نتحفظ عليها بالضبط، تنفهم كيف اللي خايف أنت منه على قد يفهم. لتكون مشاركة المهم. أيوة نختار كلمة مشاركة. مشاركة اليوم في العالم اللي أسمح لي شوية تكرار، عالم معولم ينقال له عنه ما ترب حدود ولا خالق دولة ما مصالحها يسوى الاقتصادي ويسوى خاصة الأمنية مرتبطة بالآخر، والتهديدات اللي متعلقة بالأمن كلها عابرة للحدود، ولذلك الرد عليها الردود الأمنية هي الأخرى عبر الحدود، ولازم التعاون. وأنا أعتقد ليس ظن، أعتقد بأن المشاركة خارج الحدود الموريتانية تساهم في
توطيد الأمن الداخلي، والجماعات هاي المسلحة اللي تعمل هي أيضا تعمل خارج الحدود وتتواطأ فيما بينها وتتعاون فيما بينها، لازم أيضا الأطراف الأخرى اللي ضحية لها وأهداف لها بأنها تتعاون فيما بينها. وتتذكر موريتانيا عانت كثيرا في السنوات الماضية، وذلك كان من أسبابه عدم ضعف التعاون في المنطقة، وعلى كل ما امتن التعاون في الأمن كان أفضل على الأمن الداخلي. لكن في حديث أن موريتانيا كانت لديها اتفاقات مع جماعات مثل تنظيم القاعدة مثلا، وفي حديث أيضا وهو الأقوى على ما كان فيه اتفاقات، ذاك هو الحديث الأقوى به اللي منين خرصوا النص اللي وانجبر واللي نقرأ واللي مشات طيب. الأمريكيين قال عن ما فيه اتفاق، والأمريكيين قالوا عن ما فيه اتفاق، وحد يقبل بالنص بالقول القوي، القول القوي عن ما فيه اتفاق. طيب القوات العالمية والإقليمية يعني القوات الدولية أينما تدخلت هناك دائما تواجد للجماعات المسلحة. موريتانيا لم تكن في السابق تتدخل، يعني ألا يثير هذا حافية موريتانيا وضع موريتانيا الإقليمي الأمني وحدودها وقوات العسكرية تسمح لها بأن تتجرع على المشاركة في تدخلات كهذه تثير حفيظة المستهدفين من طرف القوات الدولية؟ لا نذكر برواية بالعن من 2005 إلى 2009 والله إلى 2011 موريتانيا ما فيها تدخل دولي، وذاك ما منع هاللي تسميه الجماعات واللي تقول له الناس اللي إرهابه هو الحقيقة الهر، ما منعها بعد عنها تسلط على موريتانيا الجمالية. 2005 الهجوم على المغيطي موريتانيا ما فيها قوات أجنبية ولا فيها تدخل أجنبي، بعدها الهجوم على الغلاوية موريتانيا ما فيها قوات أجنبية ولا فيها تدخل أجنبي، وتم لا يتواصل. والشيء الأكيد بعد عن الجريمة اليوم المنظمة مهما كانت عابر الحدود، خاصة الجريمة المؤدلجة، مش أنا شنس الجريمة المؤدلجة نقولها ليش؟ نقولها للجريمة اللي أهله يستخدموا السلاح ويستخدموا العنف من أجل الغروض الوصول إلى أغراض سياسية، هل سماها الجريمة المؤدلجة؟ إما تحت أدرجة دينية اللي يقول الإسلام، أو أدرجة شيوعية والله، أو أدرجة عنصرية، أنا تتكلم باسم عنصرك. الجريمة المؤدلجة عابر الحدود والرد عليها يجب أن. طيب إذن هذه المشاركات لا 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 في هذه المناورات الدولية يعني، يعني هل يمكنها أن تضع حد لهذه الجريمة فعلا؟ ذاك هو الهدف بالضبط، هو الهدف وهو المرجو، هل الهدف سيبلغ كان لا يتم الوصول؟ والله ذاك هو اللي أنا راجي والله اللي عنه، ولا لا يتم الوصول القدر منه. طيب حجم المشاركة هل تعتقد أنه يناسب حجم المخاطر؟ مشاركات في أو التحديات الأمنية الإقليمية أو الدولية؟ المشاركة حجم المشاركات اللي يشوفوا حد على مستويين، إحنا شفنا هون على مستوى شو حد في مستويين، واحدة المناورات التدريبية كفاية اللي خلق في السعودية، ذيك ما هي ضد قوات أجنبية، ذيك مناورة فقط تدريب شيء من قوات. طيب. خلقوا هؤلاء اللي في المناطق الأخرى كفاية اللي في سنتر أفريق وكفاية، وطبعا أبدا يهتم دائما إلا ناقصة، يا غير هي بعد هي وكيف هاي اللي خلقت في مالي وكيف هاي اللي حالا تخلق في ليبيا، فعلا لحد الآن ما زالت ناقصة وبدرجات متواتة. هاي اللي في ليبيا وهي أضعفهم، أولا هي بعد خلقت تدخل الفرنسي ذاك، والناس كانوا يتوقع عنك تدخل عنه كان كارثة فعلا، كيف قلت انت قبيل عندي تدخلات احيانا تعود هي سبب هي نفسها فشل الدوله، وهذا اللي سموه الفضاء الخلاقه، يا غير فضاء خلاقه لاش خلاقه للفضاء، يا غير موريتانيا ما حضرت ذاك من التدخلات، لا حضرت تدخلات كيف تقول اللي ذكرت ما قال لهم اللي فاتوا خلقوا حالا، ولوك قطعا المشاركه فيها كانت افضل. طيب يعني كيف تتوقع انعكاسات هذه الخطوات الكبيرة في سياسة الحرب والسلام على أمن وموقع البلاد في المنظومة الأمنية؟ أنا قرأت له على مستويين، واحدة الأمن الداخلي للبلد وهذا اللي عنه مشاركة ثانية فعال، واحدة سمعة البلد، وفي العالم اليوم المشاركات الخارجية للقوات صورة من الصور الدبلوماسية، منظر من مناظر دبلوماسية نافذة للدبلوماسية الموريتانية، وكنا ناقصين فيها. السنغال هذا حقق فيها شيء كبير، الأردن حققت فيها شيء كبير، بريطانيا دول ضعيفة وصغيرة، يعني لا تواجد قواتها على الساحة الدولية يعطيها سمعة ويعطيها قيمة دبلوماسيا مهمة. طيب يعني لا تعتبر موريتانيا بهذه الخطوات
تتجاوز دورها وتوقظ العدوات الإقليمية وإذكاء التنافس. نرجع رجعت لي للسؤال لا نرجع للجواب أملي لأحصل على جوابه. لأن نرجع للجواب بك أنت رجعت السؤال لأن نرجع لك نفس الجواب. أنا اللي متوقع واللي ظاهر لي الآن تدخل مشاركة موريتانيا في المجهود العسكري العالمي الآن مفيد للأمن الداخلي ولعن مفيد لسمعة البلد ودبلوماسيته. شنو ردود فعل الخصم العدو اللي يتم دائما كلما عدت عدل شيء لا يقول لك عنه مفيد عليك ولا يبرر بيبرر بسلوك يا غير كذيبه ما يحق. احنا 2005 ما كانت قوات موريتانيا ما كانت ما منعنا من هجم علينا الارهاب، ما منعنا من المخدرات، ما منعنا من التشكيك فينا. طيب شكرا لك يعني يا سيد البخاري احمد محمد مؤمل خبير استراتيجي وامني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الحسن والبدو إن طلاب الخارج والداخل يعانون جراء مشكل المنح، مؤكدا أن الاتحاد سيظل منافحا عن الحقوق والمكتسبات الطلابية. وأشاد والبدو خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط بالجو العام الذي جرت فيه الانتخابات الطلابية الداخلية، مضيفا أن الاتحاد ينظم 8 انتخابات داخلية و8 مؤتمرات بشكل منتظم. ما أننا متنافسين، إياك نرجعوا للدار ونقعدوا فيها، أنا متنافسين إياك نقودوا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إياك ندافعوا عن المكتسبات الطلابية اللي متحققة اللي ما نلينا قبله نهائيا أي مساس لها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي للأسف الشديد واحد فيه هدم المكتسبات الطلابية المتحققة بدءا بالغاء اجتماع اللجنة الوطنية للمنح وبدءا وأيضا إلغاء تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح. طلاب الخارج يعانوا، طلاب الداخل يعانوا في المنح، تدهور المجال الأكاديمي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ما انفتحت فيها ماستر من مجيت وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأسباب ترجع له بالأساس. الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا هو المؤسسة الوحيدة اللي اليوم في موريتانيا، المؤسسة الطلابية الوحيدة اللي عندها 8 انتخابات طلابية داخلية وعندها 8 مؤتمرات. نحن قادمين على المؤتمر السابع في العطلة الصيفية بإذن الله تعالى، المؤتمر الثامن قادمين على المؤتمر الثامن بإذن الله تعالى في العطلة الصيفية في نهاية هذه السنة. تظاهر العشرات من ذوي طلاب وطالبات وأمهات تلاميذ معهد ورش بمدينة كوبني في ولاية الحوض الغربي للمطالبة بفتح المعهد الذي قررت السلطات إغلاقه بحجة عدم الترخيص ثم تراجعت وفتحت كافة المحاضر والمراكز غير أنه تم استثناؤه معهد ورش بكوبني دون مسوغات مفهومة. نتابع. تظاهرت العشرات من النساء من الطالبات وأمهات التلاميذ بمعهد ورش في مقاطعة كوبني لمطالبة السلطات الموريتانية بوقف إجراء إغلاق المعهد القرآني والسماح للطلاب باستكمال دراساتهم في فرع المعهد بالمقاطعة. وكررت المتظاهرات شعارات تطالب بفتح المعهد أمام مقر الحاكم في المقاطعة الواقعة بالحوض الغربي استكمالا للدور الذي بدأه المعهد بتحفيظ طلاب القرآن الكريم كاملا، مشددات على أن إجراء التوقيف ظالم ويعاد استهدافا للسكان من ذوي الدخل المحدود الذين لا يجدون طريقة لتعليم أبنائهم ويهددهم بالضياع واستمرار الجهل. وتطالب النسوة بإعادة افتتاح فرع المعهد بالمدينة وتمكينهن وأبنائهن من العودة لتلقي دروس القرآن وعلوم الفقه. وتقول النساء المتظاهرات إن 218 من الطلاب بينهم 65 سيدة تضرروا من إغلاق المعهد الذي تم دون مسوغات مقنعة وتم فقط خضوعا لرغبات نافذين في السلطة يضيقون ذرعا بحصول أي تغيير على أوضاع السكان حتى لا يخرجهم ذلك عن نفوذ الوجهاء التقليديين بالمنطقة. ووزعت النساء رسالة مفتوحة على هامش الاعتصام يطالبن فيها كل أصحاب النوايا الحسنة بمساعدتهن في إعادة فتح المعهد، مؤكدات مضيهن قدما في الاعتصام المفتوح من أجل استمرار خدمات التعليم التي يقدمها المركز خدمة لنشر القرآن وليس لأي سبب آخر. وكانت السلطات قد عمدت إلى إغلاق فروع معهد ورش لعلوم القرآن ومحاضر يدعمها في عدد من الولايات قبل أن تعود عن ذلك وتبقي على إغلاق فرعي المعهد في مقاطعتي جيجني بالحوض الشرقي وكوبني بالحوض الغربي. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب مستوطن صهيوني بجروح بعد ظهر الجمعة في عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما أعلنت قوات الاحتلال عن ملاحقة المنفذ واعتقاله. يأتي هذا في سياق تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية الموجهة للجيش والمستوطنين. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. أصيب مستوطن صهيوني بجروح بعد ظهر الجمعة في عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما أعلنت قوات الاحتلال عن ملاحقة المنفذ واعتقاله.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنا تعرض لعملية طعن في أحد شوارع البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح في الجزء العلوي من الجسم، وجرى نقله إلى أحد المشافي الصهيونية. وهرعت إلى المكان أعداد كبيرة من قوات وشرطة الاحتلال، وشرعت في أعمال تمشيط وملاحقة للمنفذ قبل أن يتم اعتقاله في وقت لاحق وفق القناة العبرية العاشرة. وذكرت القناة العبرية أن المنفذ هو أنس قاسم أقرع من قرية قبلان جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، ونقل إلى التحقيق مبينة أنه تم العثور أيضا على السكين التي استخدمها في عملية الطعن. وفي تطور لاحق أقدمت قوات الاحتلال بحسب قدس بريس على إغلاق جميع أبواب البلدة القديمة، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين المقدسيين المتجمعين أمام باب العمود وسط القدس المحتلة. وأوضحت الوكالة أن جنود الاحتلال يتصرفون بطريقة جنونية بذريعة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العمود، وأن هناك إصابات وحالات اختناق بين صفوف الأهالي. وفي أعقاب ذلك شرعت قوات الاحتلال في أعمال تمشيط في المنطقة، وقتل 34 صهيونيا وأصيب أكثر من 450 آخرين في سلسلة عمليات فدائية بينها نحو 160 محاولة أو تنفيذ عملية طعن منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، جاءت جميعها ردا على تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتزايد اقتحامات المسجد الأقصى والسعي لتقسيمه زمانيا ومكانيا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها انقلاب ناقلة جند قادمة إلى العاصمة نواكشوط يتسبب في مقتل 4 جنود وإصابة 17 آخرين بجروح. باحثون يناقشون في ندوة بالعاصمة نواكشوط موضوع التحديات الراهنة وضرورة التضامن العربي والإسلامي في مواجهتها. الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يقول إن الطلاب الموريتانيين في الخارج والداخل يعانون جراء مشكل المنح. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.